والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وأنت في قلبي ووسواسي. جليل القدر رفيع الذكر قطاع الامر جليل البرهان فخيم الاسم عزيز العلم كثير الغفران جميل الثناء جزيل العطاء مجيب الدعاء عليم الاحسان سريع الحساب شديد العقاب اليم العذاب عزيز السلطان ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في الخلق والامر ونشهد ان سيدنا ومولانا ورسوله المبعوث الى الاسود والاحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر وصلى الله عليه وعلى اله واصحابه الذين هم خلاصه العرب العظماء وخير خلائق بعد الانبياء اما بعد فيا ايها الناس احبوا الله فان التوحيد راس الطاعات واتقوا الله فان التقوى بلاد الحسنه وعليكم بالسنه السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم البدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكون رزقها فاتقوا الله وأرملوا في الطلب وتوكلوا عليه إن الله يحب المتوكلين. Thank you.
الْمُؤْمِنِينَ.